أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب أن التسامح والتعايش هما ضمان الاستقرار والتنمية للعالم أجمع شعوبا ودولا، وأن تعزيز مبادئ وقيم التعددية وقبول الآخر والتنوع الثقافي وفق الممارسات الحضارية والقانونية هي السبيل الأمثل لحياة آمنة ومطمئنة للبشرية جمعاء. أشارت أن مملكة البحرين وفي ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جعلت من التسامح والتعايش مفهوما شموليا وفق ثقافة وطنية راسخة. جاء ذلك خلال لقاء معاليها مع فخامة السيد حارث سيلاتيتش الرئيس الأسبق لجمهورية البوسنة والهرسك الصديقة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين ودعم العمل البرلماني ولجان الصداقة المشتركة. من جانبه أشاد السيد حارث سيلاتيتش بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم بارز في مختلف المجالات التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، ورؤية جلالته الثاقبة في دعم جهود التسامح والتعايش وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والعديد من المبادرات الحضارية التي جعلت البحرين رائدة في هذا المجال وما تمتلكه من مقومات رفيعة وتاريخ أصيل، باعتبار المجتمع البحريني نموذجا استثنائيا يعتز به دوليا اليوم في التسامح والتعايش السلمي. ومؤكدا الرئيس البوسني الأسبق اعتزاز وتقدير بلاده لمواقف مملكة البحرين الداعمة لشعب البوسنة والهرسك، ومتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.